الخيريه ديال مريم تما المعامله مزيان، كيتعاملوا معاك مزيان بحالها جالس في داركم. خيريه ديال الامينه كذلك بحال هكا. خيريه ديال الوزان هي اللي دوزت فيها العذاب. اذا انا يمني ولد الدوله، علاش انا يمني ولد الدوله؟ علاش قبل ما ندير 18 عام تجريو عليا من المؤسسه؟ وفين غنمشي؟ مشي انا كل نهار غنبقى ملاوح في البلاد، راه عييت انا حتى امتى الناس غيبقاو يعاونوا فيا؟ انا الام ديالي انا كنقلب عليها شحال هادي، انا كنقول للام ديالي الا كنتي كتشوفيني حني فيا وانا مسامحك دنيا واخره. انا يوميا كنقولها في اي فيديو، كنقول انا الام ديالي والاب ديالي مسامحهم. السلام عليكم، معكم عبد المغيث الطيبي، نازل الخيريه دار الاطفال بلاله مريم. انا يا مني حليت عيني، وانا حليت عيني عيف الخيريات، ما كنعرف لا ام ديالي، ما كنعرف لا اب، ما كنعرف حتى واحد. وعيس ما نقلب على والدي، كنمشي للاداره ما كيديروا معايا حتى شي حل، كيقول لك عيا خلي الطالب ديالك، احنا غنوليو نتصلوا بك. ودابا انا يخرج للزنقه كل نهار ملوح في بلاد، ما بقيتش عارف راسي فين غادي نعطي راسي. انا ما بقيتش ما عرفتش راسي واش انا مواطن، وما عيس من نمشي للرباط، كنمشي للعمله ديال القنيطره، كنمشي للوزان، مؤخرا كنمشي للخيريه العمله ديال الوزان، وما داروا معايا حتى شي حل. مني حليت عيني في المركز لاله مريم، ما كنعرف لا ام ولا اب لا حتى واحد. انا الصغر ديالي تربيت في هذاك المركز ديال لاله مريم، مورا داوني خيريه ديال لاله امينه، من الخيريه ديال لاله امينه داوني خيريه ديال وزان. مني مشيت للخيريه ديال وزان كانت في عمري 14 عام، صافي بقيت تمايا في الخيريه ديال وزان وعندي في عمري 14 عام. قبل ما ندير 18 عام قالوا لي خصك تخرج تقلب على راسك. خيريه ديال وزان قالوا لنا غنديوكم غير الرحله، وخيريه ديال لاله امينه في بن سليمان هذيك تما كانت كتجي الاسره العلويه، واي هضره كنقولها كنتحمل المسؤوليه ديالها. وكذبوا علينا قالوا لنا راه غندوكم عي ميغامون الرحله كما كانوا كيديروا لنا في الرباط. صدقنا حنايا جينا الخيريه ديال الوزان، منين جابونا الوزان ما على بالنا باقي ما عارفينش حنايا، راه باقي صغار حنايا. صافي تلقينا راسنا راه دوزنا حياتنا كامله في الخيريه ديال الوزان 14 عام. الخيريه ديال مريم تما المعامله مزيان، كيتعاملوا معاك مزيان بحالها جالس في داركم. خيريه ديال لاله امينه كذلك بحال هكاك. خيريه ديال الوزان هي اللي دوزت فيها العذاب، هي اللي دوزت فيها العذاب. ملي وصلنا لتمايا ما كانوش كيتعاملوا معانا، الموظفين ديال تمايا كانوا مقابلين المربين ما كيتعاملوش معانا، وكانوا كيصلخوا فينا يوميا الدق، يوميا الدق ولا ما تقراش، هما ما عندهم حتى ربح، هما خصهم يدوا الشهريه ديالهم. المدير عاود كيجيو المحسنين كيجيبوا لنا المال هذا هي الماكله، وكيجيبوا لنا الحوايج العيد، وهادي كيدوا هما كلشي. الخيريه ديال الوزان ملي وليت كنهضر انا كنقول لهم داك الشيء راه كيجيبوا لنا حنايا المحسنين، وهادي قال لك لا انت خصك تخرج من الخيريه. اذا انا يمني ولد الدوله، علاش انا يمني ولد الدوله؟ علاش قبل ما ندير 18 عام تجريو عليا من المؤسسه؟ وفين غنمشي؟ خرجتوني للشارع، ها انتم خرجتوني للشارع، انا وليت كل مرة في كندور، كل مرة في كنعس، كل مرة. وجاب الله المحسنين اللي كيتعاونوا معايا. في بن سليمان كنت كنقرا، مني طلعت الخيرية ديال وزان ما نكذبش عليك القراية ما كنتش كنقرا، ما عدا درت الحلاقة ولحد الآن دابا ما كنمشيش ليلة. راه كرات لي واحد السيدة في وزان، كرات لي ديال عام وما صافي. أنا خويت وزان على ود هذيك المدرسة كيسالوا لي 3 شهور، ما عنديش واش غنمشي نسرق، ما يمكنليش أنا غنمشي نسرق. ها المدرسه راه دابا كيسالوا لي 1400 درهم في وزان، ودابا ما عنديش باش نخلص. وجيت لهنايا الكازا، جيت هنايا نقلب على الخدمه، نخدم باش نعود نخلص هذايا، نخلص المدرسه ونبقى تما في وزان. وما كرهتش شي واحد اللي عاوني باش نخدم، وهذه حيت انا الخدمه ديالي كنخدم سيرفور من 14 عام، وانا كنخدم سيرفور حياتي كامله، وانا كنخدم حتى الامتى انا غنبقى هكا.
عندي لاكارت ناسيونال، عندي الوثائق ديالي، عندي كل شيء، ولكن اي اداره كتمشي تدق عليها ولا هادي ما كيديروا معك حتى شي حال. ملي كتطيح في شي مشكل ولا هادي عاد هما كيطبقوا عليك القانون، والقانون طبقوا عليا ملي كنكون انا في الشارع، ما عندي حتى واحد، ما عندي لا ما عندي حتى واحد. ملي كنحتاج انا شي حاجه حتى واحد ما كيعطيها لي، وملي كيدير عبد المغيث شي حاجه عاد كيولي يطبق عليه القانون، والقانون يطبق عليا ملي خرجت انا من الخيريه. ماشي انا كل نهار مقمل واحد في البلاد، راه عييت انايا حتى امتى الناس غيبقاو يعاونوا فيا. خرجت بقاي في عمري يلاه 17 عام باش خرجت من الخيريه، 17 وعندي 27 سنه دابا. 10 سنين اه وانا في الخير، وانا في الزنقه 10 سنين وانا في الزنقه، وحتى امتى انا غنبقى في الزنقه؟ انا حياتي كامله ما خليت ما درت، ما مشيت للقصر ديال توارقه، مشيت للمركز ديال لاله مريم فين كيدفعوا الشكايات، وما لقيت وما كيتعامل معايا حتى واحد، ما كيدخلونيش. الوالده ديالي انا راه كنقلب عليها، انا راه ملي درت 15 عام وانا كنقلب عليها، ما لقيتش اليد المساعده، كيقول لك يسر دير لنا الطلب، ما عدا في المحكمه الابتدائيه السيد الوكيل والوكيل نائبه الوكيل تاهما هما اللي تعاملوا معايا، اما شي واحد اخر راه ما تعامل معايا حتى شي واحد. اما كنمشي للوزل ما داروا معايا حتى شي حل، كنمشي للقنيطره ما داروا معايا حتى شي حل، اللي كنمشي لعندو كيقول لك انا اش غنعمل لك؟ ايوا يدير شنو غتعمل لي انا؟ اذا انا ماشي مواطن على هذا القبيل هذا، انا ماشي مواطن، انا يا عزبل. كيقول لك باش ما تعقدش نفس ثانيه، باش ما خصك ملي تبغي تقلب على والديك خصك تجيب الام ديالك، خصك تجيب البوليس وتمشي دير طلب للوكيل، وحنا معقدين العي هكا حتى امتى غنبقاو؟ انا راه عييت ما نكذبش عليك، انا هذا لا ومشيت وليت كنترجع المحسنين، حتى المسؤولين اللي كيقول لك حنا مسؤولين وهادي حنا كنوقفوا مع اولاد الشعب وهادي، وفين هي؟ ها انا يا ضايع، انا دابا يا عيل البيت اللي مشبره هو كاري شهر هنايا، حتى امتى؟ والعواشر هادي رمضان ماجي، اش غناكل اش غنشرب؟ انا الام ديالي انا كنقلب عليها من شحال هادي، انا كنقول الام ديالي الا كنتي كتشوفيني حني فيا وانا مسامحك دنيا واخره، انا يوميا كنقولها في اي فيديو، كنقول انا الام ديالي والاب ديالي مسامحهم، حتى واحد ما كيعلم على الغيب. اخويا راه ما نكذبش عليك، ما لقيتش الحنان، المجتمع ديالنا ما كيرحمش، الا مشيتي تخدم مع شي واحد ولا هادي كيستغلك، الا عطاك السكنه ما كيعطيكش الخلاص، وتا الانسان اللي غنبقى هك 27 سنه بزاف عليا. مجتمع خويا خصك تكون معاهم سمع، هما كيكونوا دياب وانت خصك تكون معاهم سمع، اما تجي هكا تدرويش وهادي ما كايناش شي تدرويش، خصك تعيش سمع معاهم في الزنقه، حيت الزنقه راه ما غاتوريكش، الزنقه راه غتوريك غير شي حاجه قبيحه، ولكن الا ما كنتيش راضي بالحكم ديال الله وهادي راه ما عندك ما تعمل. ملي كتسمى راضي وهادي الحمد لله ربي كينصرك وكيحميك وبزاف د الحوايج، الحمد لله ما كنديروا حتى حاجه قبيحه، ما كنسرقوا ما كنسعوا كاملين كنسعوا الله، ولكن حتى الامسا الخدمه ملي كنمشيو نخدموا حتى واحد ما كي اللي كتخدم معاك كيقمعك، ما حيت كندخل انا نهار الاول كنعطي لاكارت فوتوكوبي ديال لاكارت، كاين لاكارت عندي فيها مجهول الهويه، ملي كيشوف لا ام لا اب راه صافي خصك انت هذيك الساعه عيش السكنه، ما خصكش تبقى كتبات في الزنقه، حيت الزنقه راه قبيحه، راه صعيبه بزاف، راه ما كيحس بالدقه الا اللي مزوي بها، راه انا عييت، راه من 14 عام راه صعيبه بزاف، حتى الامتى انا غنبقى هك؟ انا كازا انا دابا 4 ايام وانا في كازا، منيش كرا لي واحد السيد واحد البيت وهادي، السيده عاونتني باش مشيت شريت الكوشه وهادي، ولكن انا المحل انا مشبره وما كتبغي كتبغي تاكل وكتبغي تشري غير المواعن تشري غير البوطه، ما عنديش واش غنمشي نسرق؟ انا التليفون وليت كنبقى كيبان لي دابا نبيعه، راه رمضان ماجي شحال باقي رمضان، العواشر هادي، ما الناس راه ماشي يوميا غيعطيوك. ولكن انا كنطالب من المسؤولين، المسؤولين هما اللي خصهم يديروا لي الحل، صافي ما بغيتوش تكلفوا بيا، ما بغيتوش تعطوني المسائل ديالي، صافي اذا انت انا هاد لاكارت اللي عندي انايا، علاش ديري لي لاكارت؟ عي معترفين بيا عي هكاك مجهول هكاك وصافي، ما يمكنش، راه ربي راه ما كيغبي ما كيحملش هادشي، راه الظلم ما كيبغي حتى واحد، انا باغي نخدم، انا كنخدم في القهاوي، كنخدم سيرفور، كنخدم سيرفور، على قناة الله أكبر، ولكن ما عنديش الغالب الله. غنمشي نسرق ما غنسرقش، نمشي نسعى احسن لي، هذه اللي كنشوف انايا في حياتي، كنمشي نسعى باش ندبر على النهار ديالي، انا دابا يا خارج راه هز معايا الوراق ديالي وهادي كنفرق السيفيات، غتوصل الدور غنمشي نسعى بالجامع، ما عندي حتى شي حل، غتمشي تقول شي واحد عطاني، ولا قلت شي واحد عطاك راه غينوي فيك شي حاجه قبيحه، الرساله ديالي للمسؤولين شوفوا فينا شويه، رحمونا شويه. هو ربي وراه كيرحمنا، ورحمونا تانتومايا، رحمونا تانتومايا، علاش هاد طغيان راه بزاف راه شحال قدكم، بنيو عليو سيرو خلي على قلات الله اكبر، بنيو عليو سيرو خلي حتى الامتى؟ راه بزاف على هاد الحقره، بزاف والله الا بزاف على هاد الحقره.
والوالده ديالي والاب ديالي في هذه الوقفه ديال الدور. الا كنتو كتشوفوني الله يرحم لكم الوالدين، حنوا فيا وشوفوا فيا من جهتي، راه المجتمع ديالنا ما كيرحمش. شوفوا فيا انا راه حاليا راه انا عيف كازا، انا عيف كازا. الله يرحم لكم الوالدين ولا مسامحكم دنيا واخره. وكنطالب من المحسن اللي شاف هذا اللايف هذايا ما بغى يعاوني ما والو، عيط الله هذا الفيديو هذا باش يشوفوه المسؤولين. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجعل ربي يوقف معاكم. شوفوا من حالتنا شويه، والله ما عندي واش غنمشي نسرق، راه عيت راه حتى ما بقاش يقدر، ما بقاش كيقدر يمكن ينشفوا لي الدموع حتى الانسان، راه بزاف هذا. لا ايوا حسبي الله ونعم الوكيل. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.